بعد حسم بايرن ميونخ البوندسليغا في الدقائق الأخيرة على حساب بروسيا دورتموند، تعرف على أكثر الفرق تتويجا بالدوري الألماني في التاريخ. الرتبة التاسعة كايزر سلاتورن 4 ألقاب، في الرتبة الثامنة فيردر بريمن 4 ألقاب أيضا. أما في الرتبة السابعة بروسيا موشن جلادباخ فاز ب5 ألقاب. الرتبة السادسة شتوتغارت 5 ألقاب أيضا. في الرتبة الخامسة هامبورغ 6 ألقاب، والكبير الجريح شالكة 7 ألقاب في الرتبة الرابعة. أما الرتبة الثالثة بروسيا دورتموند 8 ألقاب، وفي الرتبة الثانية نورنبورغ 9 ألقاب. أما البافاري 33 ألقاب في الصدارة. ما هو الفريق الأقرب لكسر هيمنة بايرن ميونخ على البوندسليغا الموسم المقبل؟